فالراجل وقف معايا شاب وقال لي شوف يا شيخ، انا اشهدك ان انا هطلق الست دي، هطلقها، والنبي لو جاني جبريل لطلقها. طب يا عم اهدى اهدى بس، الله يرضيك، هتطلقها ليه يا عم؟ الله يسترك، هتطلقها ليه؟ قال لي اسألها. اسأل الست، لقيتها طبعا الحمد لله يعني لابسه اسود في اسود، فقلت عندها ميت، عظم الله اجرك. قالت لي الله يسترك يا عم الشيخ والنبي انت ولي، عرفت منين ان ابويا مات؟ قلت لها ما الاسود لازم يقول حد مات، الله يرحمه. مات بقاله قد ايه؟ قالت لي والله بقاله 9 شهور. قلت لها الله اكبر، وبقالك 9 شهور لابسه اسود؟ قالت لي اه. وفي البيت اسود؟ قالت لي اه. قلت لها الله اكبر، ابشري. قال لي لا، وخد لا تلفزيون ولا كمبيوتر ولا شيء، ولو عيل ضحك ابويا شمتانين في ابويا. قلت لها ابشري، ابوك دلوقتي بيقلب في جهنم بفعلك. قالت لي ليه؟ قلت لها لانه ما علمكيش طاعه الله وطاعه رسول الله، ما علمكيش وما حفظكيش لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ها ان تحتد ميت فوق 3 اخرك 3 الا على زوج 4 أشهر و10 وعلة استبراء رحم وعلة هي رافضة جوزها يعني تموت ب9 شهور. ده 9 شهور حضرتك لابسه اسود، 9 شهور ما بتتمكش، 9 شهور ما بتفتحش التلفزيون، 9 شهور. فانا بقول اهو الزوجه اللي فاكره ان ده دين، او الزوج اللي فاكر او فاكره ان ده وفاء مثلا لأبوه، فاكره ان ده وفاء لأبوه، هتفضل ما الواحد بيبقى زعلان طول العمر. يعني ابويا مات بقاله 10 سنين احنا زعلانين. ده هقول لك والله، امبارح واحده بتتصل بيا بتقول لي زوجي امه ميته من سنه، من سنه ما جاش جنبي، ومن سنه ما ضحكش، ومن سنه وحاسس ان الدنيا خلاص حتى هنفتقر، وخلاص الدنيا راح الخراب لان امه ماتت، وسايب دقنه. خدي بالك بقى الجميل بقى، سايب دقنه الحمد لله بقت حلوه كده. فبيقول لي هي مش سنه؟ قلت له حبيبي مش سنه دي دلوقتي. قال لي ليه؟ قلت له ده انت دينت كل شعره تنبت بتاخد عليها ذنب ووزر وسوء أدب واعتراض على القضاء، لأنك لما أطلقتها منذ البداية ما أطلقتهاش بدعوى اقتداء بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أنت أطلقتها حدادا على مين؟ على أمك. قبل ما أمك تموت يا حبيبي كنت، قال لي لا ده أنا كنت بحلقها كل أسبوع. قلت له طيب النهاردة إيه اللي حصل؟ أنت بتعترض على مين؟ بتعترض على قضاء الله؟ ملك الموت عنده حق. قال إيه؟ أتبكون منه؟ والله إنه لمأمور. أم مني؟ والله إني لمعذور. وفي رواية والله إني لمأمور وإنه لمعذور، وإن لي فيكم عودا بعد عود بعد عود حتى لا أبقي منكم أحدا. سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم لما مات قبل الاتصال، بعد إذنك، سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قبل الاتصال تغذيه، سيدنا الحبيب لما مات ستنا الزهرة راحت عاتب سيدنا بلال، فبتقول له إزاي جالكوا قلب تحطوا النبي تحت التراب؟ فقال لها والله يا ريحانة رسول الله لو كان الأمر بأيدينا لرفعناه إلى السماء، ولكن كيف وقد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. بارك الله فيك يا عم ممدوح، لكن ده مش وفاء، اوعى تفتكر وفاء.